طيب اذا هلا بنقدر نحسب، ما راح نحط هلا، لاحظوا احنا المعادله عندنا sum of f بدها تساوي ايه؟ sum of m، مظبوط. f من ايش مكونه؟ مكونه من f اللي راح راح يطلع معي f، طبعا هون بعد ما اضرب في الراديوس راح يطلع معي f اللي جاي من المحرك، ناقص في عندي طبعا الوزن تبع هدول، بس الوزن اللي هدول اوريدي معمول له كومبنسيشن، فهذا مش راح احط اي شيء هون، بده يساوي a في التوتال ماسز. قديش التوتال ماسز؟ 50 كيلو، مضبوط. فاف تبعت الموتور وعندي a من هون، بس اظن في كمان في عندنا فريكشن، والفريكشن كمان 5. في عندنا هون في f فريكشن بتساوي 5 نيوتن. فعندي صار هلا المحرك f للمحرك ناقص 5 بدها تساوي ايه؟ اللي هي 0.16 في 50، فهي الفورس المطلوبة. فالفورس المطلوبة الآن من ال بدها تساوي اف موتور بتساوي هاي قديش بتطلع؟ 0.16 في 5 بتطلع 8 مش هيك؟ 8 مع 5 13 نيوتن هذا المطلوب. هلا التورك المطلوب من المحرك ايش؟ كيف راح احسبه؟ هذه فورس مش هيك؟ شو بصير التورك؟ التورك بده يساوي الفورس في الراديوس، مضبوط. عندي هذا 13، قديش كان الراديوس؟ 0.159 مش هيك؟ لانه 0.318 على 2، فبيطلع عندي الرقم 2.067 نيوتن. طبعا احنا في اشياء عملناها هون ما اخذناش السرعه مش هيك، المفروض هلا ارجع على سبيد توركر واطلع على السرعه واشوف انه هذا بتحقق عندي على عدد البلسز المطلوب. افشنسي مثلا، الافشنسي كانها انعمل لها انحطت في داخل ال 5 نيوتن متر، ال 5 نيوتن اللي موجود هون، ممكن اعتبرها افشنسي، ممكن احطها فريكشن اطراف.